هنا ايضا اللي هو شيرين شمس. اتفضل يا كابتن شادي. بحضراتكم من جديد وبرحب بالسيده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وبرحب بزميلي في الاستوديو التحليلي الكابتن سمير كمونه مره ثانيه. سياده اللواء برحب بحضرتك، نظام اكثر من رائع النهارده، بنحيي حضرتك على المجهود المبذول. الحمد لله، وزي ما حضرتك شايف يعني العائلات موجوده، جمهور بره لسه هيخش. الحقيقه احنا يعني قاتلنا عشان جمهورنا، وارجو ان جمهورنا يعني اللي احنا عملناه ده ان هم يراعونا، ان احنا بعد كده هنقدر نزود العدد لو التزمنا بالتعليمات اللي المفروض ان احنا اصلا جمهورنا ده يعني مثالي في كل حاجه. فلابد ان احنا نكمل التزاماتنا دهين عشان نقدر ان احنا نطلب الخمسه يبقوا 10 يبقوا 20 يبقوا 30. كل ما الامن وكل ما الدوله هتشوف ان جمهورنا التزم في الدخول وفي الخروج وفي التشجيع وفي التزام بالسلوك المثالي اللي احنا معتادين عليه، اعتقد ان هيشجعنا ان احنا نقدر نطلب بعد كده بقلب جامد وبقوه ونعرف نتكلم كويس. هرجع اقول حضرتك اللي انا قلته للكابتن سمير من شويه، ان لازم هيبقى في ازمه. خلينا نتكلم بصراحه، جمهور الاهلي بالملايين في كل مكان، والمطروح 5000، فبنحاول، وهو ده اللي احنا قلناه للناس، هيبقى في ناس هتقدر تروح اللي معاها تذكره، وفي ناس ما هتقدرش، لكن النظام والالتزام هو اللي هيخلي عدد الجماهير تزيد. هو في ازمه، وهو طبعا هيبقى في ازمه، وانا يعني حضرتك انا بقالي ساعتين او اكتر احنا تابعنا من فتره بره، في جمهور بره، وفي جمهور كتير بره، وفي جمهور كتير بره معهوش تذكره، وفي جمهور عنده امل انه يخش. معلش احنا نلتزم يعني مطالب الجمهور سواء سامعنا او مش سامعنا، احنا نلتزم، والامن الحقيقه موقفين ومدخلين بالتذاكر، بس ده اللي احنا قلناه يعني في الاجتماعات، انه يعني انت هتقول 5000 هيجي لك 10 15. هم طبعا بيحاولوا يخشوا، وده وضع طبيعي بنشوفه قبل كده كتير يعني، لكن اعتقد ان الامن مانع ده. فعايزين الناس بس تلتزم الهدوء وتلتزم النظام، عشان برضو ارجع اقول تاني نقدر ان احنا كنادي اهلي نعرف نتكلم كويس مع الجهات المسؤوله، ونعرف ندخل الناس اللي احنا عايزين ندخلهم. الست اللي هو يعني حضرتك متابع، كنت بتكلمني كمان يعني هاخد من كلام حضرتك، اللي حضرتك بتتكلم على فكره اللي معاه تذكره يدخل، واحنا جايين شفنا منظر اكثر من رائع، طلعت تذكره في تفتيش، اللي بيتفتش بشكل راقي بيدخل، والعلاقه محترمه جدا، واحنا ده اللي كنا بنطالب بيه طول الوقت. الحقيقه انا وانا واقف يعني شفت التزام من ناحيتين، الامن الحقيقه بيقوم بعمله على اكمل وجه، والتفتيش ده مش تفتيش فيه اهانه او حاجه، التفتيش ده لمصلحه الناس اللي جوه. انا ممكن عندي 5000، لو اتنين بس مخالفين ودخلوا باي حاجه مخالفه هيأذي لي بقيه الناس اللي جوه، فانا بحافظ على الناس قبل ما اقول ان انا هدخل يافطه او مش يافطه، ده نمره واحد. فالامن الحقيقه قايم بشغله على اكمل وجه. الحاجه الثانيه انا شايف التزام كامل من المشاهدين او من الجمهور بتاعنا، بيقفوا في الصف وبيلتزموا، بيشوفوا التفتيش، واللي معاه حاجه بيقول له ايه اللي معاك ورقه كذا بتاع بيطلعها، يقول له لا دي مش مناسبه، يقول له اتفضل سيبها يسيبها. فشايف الناس الحقيقه متعاونه جدا، وارجو ان المنظر ده يستمر، لان ده هيساعدنا في اللي احنا عايزينه بعد كده ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. كابتن سمير، خليني اسال حضرتك سؤال، يعني النهارده كلنا مبسوطين جدا بعوز الجماهير، عوز الجماهير مصر مش النادي الاهلي بس، الفتره اللي جايه ان شاء الله، ودي بدايه من خلال النادي الاهلي ان شاء الله. وشفنا لقطه جميله جدا انا وكابتن شادي بره، ما شفناهاش من فتره طويله، الربط اللي ما بين جماهير النادي الاهلي والامن، فيا ريت حضرتك برضو تكلمنا عنها، ان شفنا بعض افراد الامن بيتصوروا مع جماهير النادي الاهلي، ودي كانت غايبه بقى لها فتره لكن اتحققت النهارده، ودي لفته كويسه جدا. احنا يعني تواصلنا مع جمهورنا واعضائنا وتواصلنا مع الامن، فاحنا قلنا للامن ان دول جمهور النادي الاهلي ناس ملتزمه وناس هتساعدكم جدا، فانتوا مجرد هتتعاملوا مع الجمهور بطريقه الحسنى المعتاده هتلاقي ردة الفعل من الجمهور كويسة قوي، وده اللي حصل. الناس وقفوا اتفضل لو سمحت في الطابور، طب ممكن نتصور مع بعض. فأنا شايف بره أكن أصحاب واقفين مع بعض. ده اللي احنا شفناه، وده الطبيعي اللي جماهير النادي الأهلي العريقة اللي يعني بتسعى ورا فرقتها في أي حتة في جميع أنحاء العالم. يعني أنا قلت لحضرتك في بداية الكلام إن من جمهور النادي الأهلي جمهور مثالي. نرجع لورا شوية كده، حضرتك من زمان وأنتوا بتلعبوا اول من ادخل في ملاعب مصر الدخلات الجميله الاشكال الجميله او كان النادي الاهلي. مظبوط، بس احنا مش بنزعل على حد. مظبوط، لكن اول من اخترع الكلام ده جمهور النادي الاهلي، اول من اخترع الاغاني الجميله اللي احنا بنسمعها هو جمهور النادي الاهلي. الاغاني اللي بتقشعر دلوقتي، يعني عايزين نرجع نلعب يعني تاني. عارف الكابتن سيبت اللي هو من شويه قبل ما نطلع الهواء على طول سمع الاغنيه، لقيته عمال يتفاعل زي الجماهير بالظبط. انا سمعت الاغنيه دخلت اغير، عايز العب. لا هو انا بس في حاجه تانية برضه احب اتكلم فيها بعد اذنكم، يعني اتفضل. الاستوديو اللي انا شايفه ده بالمنظر والمظهر اللي فيه قناه النادي الاهلي، يعني انا بس مش عايز ابالغ عشان الناس بتقولش النادي بتاعي وببالغ،
استوديو عالمي وليس استوديو. برضو سبقنا، برضو عملنا استوديو في الملعب، برضو مبتدئين من بدري، بننقل الملعب من بره وملعب من جوه، بننقل الجمهور وناس من الاستوديو. انا كنت بفرج يعني جوه قبل ما اجي لحضراتكم، جوه ناس بتحلل، سواء من ناحيه الجمهور بتحلل المباراه، بتحلل الفريق الاخر، حضراتكم قاعدين هنا بتحللوا جوه. يعني الحقيقه حاجه مشرفه، وانا سعيد جدا بالمجهود اللي بذل من كل طاقم العمل بتاع قناه الاهلي، وارجو ان احنا نستمر على كده. برضو الحمد لله برضو سبقنا. لا لسه، لسه في الافضل من كده بكتير. هتشوف طفره كبيره جدا الايام اللي جايه. مشاعر طيبه جدا من حضرتك، ودايما اسم النادي الاهلي مرتبط بالافضل، فاحنا بنقاتل على الافضل. احنا الغير تقليدي بيبقى موجود داخل النادي الاهلي. ست اللواء، اللي انا عايز كمان اقوله لحضرتك، رسالتك ايه للجماهير النهارده؟ والصوره اللي ولا حضرتك جماهير اكثر من رائعه، قاعده ملتزمه منضبطه مستنيه الفريق عشان ينزل وتشجعه. رسالتك ايه للجماهير النهارده؟ والله اولا انا سعيد جدا، لانه يعني حضرتك هتشوف الناحيه دي، انا شايف عائلات وشايف اطفال صغيرين وشايف واحد ومراته واولاده. وبعدين احنا برضو احنا حركنا اوتوبيسات من النادي الاهلي تنقل الاعضاء، عشان في عائلات فاي بره يوقف عربيته يبقى صعب. شايف الناس ملتزمه ودخلت وقعدت والتزمت بمكانها. انا رسالتي للجمهور يعني هي كلمه واحده، الالتزام هتخليك تاخد كل اللي انت عايزه بعد كده وتيجي تحضر مباريات، ومحدش يقدر يقول لك لا. كابتن اللي هو كنت بتكلم الكابتن حسام البدري، كنت بتقول له ايه وطمنا وطمن جماهير النادي الاهلي على الفريق النهارده؟ اه انت تطلع كل الاسرار مره واحده. لا مش كلها. لا يعني كابتن حسام طبعا انا كل قبل ماتش او بعد كل ماتش يعني بتكلم معاه بصفه وديه، لان حسام صديقي من من من, من ايام ما كان بيلعب يعني، ومن ايام البلنتي هو هيفتكره دلوقتي اللي هو شربه للحكم، بس ماشي مش هقوله بقى دلوقتي. لكن دايما بتكلم يعني بقول له احنا معاك ولو عايز اي حاجه، والولاد بطمن بيقول لي الولاد مركزين، وهو واضح ان هو كمان مركز جدا. فيعني كلنا بنحاول نتكلم، بنحاول نشد من ازره، وان شاء الله ربنا يوفقه ويوفق اولادنا ان شاء الله. سيادة اللواء لو عايز تقول كلمه اخيره اتفضل يا سيادة اللواء. لا انا بس كلمتي للجمهور ولاعضاء النادي زي ما قلت مره واثنين وثلاثه، ان احنا نلتزم. ببارك لكم على الاستوديو الجميل قوي ده، ببارك لكم على المجهود. بس طبعا ده هي زي ما حضرتك بتقول، انت سبقت، مشكلتك بقى انك مش تحافظ على ده، انت عايز ترجع تسبق تاني في حاجه تانيه وتطور. هتقعد تطور، ودي مشكله. مزبوط. يعني اللي بيقعد في مكانه وخلاص الاستوديو بتاعه عادي يبقى خلاص هو الراجل ماشي. اللي هو ده حضرتك ده دليل النجاح يا كابتن شادي، قناه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت تطور ومنظومه ناجحه جدا واداره ناجحه جدا. فعايز اقول لك انا بشكرك، وان انت يعني متالق، وده دورك وده واجبك. انا بشكر الناس المسؤوله داخل الحلقه، كل المسؤولين اللي باذلين الامانه مجهود كبير. انا بشكر بقى كل زملائي الموظفين والعاملين في النادي الاهلي، لان لولاهم لكنت هنقدر نوصل لهذا المستوى، ومن غيرهم انا ما اعرفش اعمل حاجه خالص. فبشكر كل زملائي الموظفين والعاملين واخواتي في النادي الاهلي. طبعا بشكر مصر ومجلس الاداره ان هو اي حاجه بطلبها بيقولوا لي اعمل اللي انت عايزه، اتصرف، اشتغل. فالحقيقه كل دول هو ده السبب اللي احنا فيه دلوقتي. سياده اللواء المحترم شيرين شمس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكرك مره ثانيه على المجهود المبذول. شكرا يا فندم. شكرا. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. ننتقل مره ثانيه لزميلي في الاستوديو كابتن محمد فاروق.